نحن جئنا إلى مدينة السمارة بدعوة من جمعية آفاق للتنمية للمشاركة بفعالياتها ومن أجل تسليط الضوء حول مبادئ حقوق الإنسان التي تضمتها مبادرة الحكم الذاتي التي قامت بها المملكة المغربية. ونحن قمنا بالاطلاع على بنود هذه المبادرة ومقارنتها بإعلان عالم حقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصمات على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية. وجدنا فيها نقاط جدا مهمة تضمن حق التنمية وحق الإنسان بالحياة والفكر، وأعطى دور كبير للمرأة من خلال مشاركتها في برنامج حكم ذاتي، وأعطى حقوق بإدارة شؤون بلادهم. هذه كلها حقوق ضمن إعلام عالم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية. ففعلا هي مبادرة تستحق الدراسة، وما يميزها فعلا هو وجود إرادة حقيقية لطي هذا الملف لكي يعود الناس إلى حياتهم الطبيعية وضمن وحدتهم الترابية المستقبلية. ونتمنى المغرب الشقيق الازدهار فعلا والتطوير والمستقبل. رأيكم في الربيع العربي وما يقع في سوريا الآن؟ سوريا ما يقع في سوريا، سوريا بدأت ثورة سلمية مطالبة بالإصلاحات، ولكن العنف ولد العنف وكبرت القضية بشكل كبير جدا، ما أدى لتداخل دولي عدة دول وظهور تنظيمات القاعدة، وبالتالي لم تعد الأمور بجانب واحد. الدول تريد أن تصفي صراعاتها الآن ولكن على أرض سوريا. يعني نقول لهم كفى، فلتجهزوا جيوشكم ولتتحاربون والسجول إلى حرب عالمية أفضل، ولتكفوا على الشعب السوري لأن النساء والأطفال يقتلون ويذبحون. ما يهمنا كحقوق الإنسان مبدئياً نحن نريد إيقاف العنف بأي ثمن، حل سياسي إلى آخره، لا بد من وقف العنف. والسلام عليكم.